أما الإسكان، أما الإسكان فأنا استغربت بالسؤال الحقيقة. ليه؟ إحنا من سنة تقريبا مسلمين 3500 وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، 3500 أخذهم 3500 محامي، تم الإعلان عن هذا الأمر والوحدة. إحنا كنا فاتحين باب الاشتراك في 10000 وحدة، للأسف الشديد اللي شغل الأماكن خدوا 3500، رجعوا 6000 أو 6500. إحنا تواصلنا مع وزارة مع وزارة التضامن الإسكان علشان يعيدوا طرح وحدات تانية هتبقى أعلى شوية من الأسعار القديمة، لكن في نفس الوقت هتغطي احتياجات المحامين لأنها بتقسيط طويل جدا مع بنك الإسكان والتعمير، وبقيمة أيضا معقولة جدا لأنها مش هتطبع أو كاملة التشطيب. إحنا أيضا من يومين أو من 3 أيام بدأنا نسلم 260 وحدة في مدينة 6 أكتوبر اللي النقابة تولتها، تم الاستلام خلاص، وبنسلم في برج العرب حوالي 300 وحدة أخرى، دي كمرحلة أولى للي يسدد الكامل الثمن. وهنفتح باب الاشتراك بسعر أعلى شوية عن يتماشى مع التكاليف الجديدة علشان نؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من سد احتياجات المحامين سواء في برج العرب في اسكندرية أو في 6 أكتوبر في القاهرة. احنا كنا نتمنى ان يكون عندنا هذه الآلية في كل محافظة علشان نقدر نوفرها، لكن صندوق الإسكان عنده ده، عنده الوحدات المتنوعة، يعني 3500 اللي أنا كلمت حضراتكم عليهم دول في مختلف المحافظات، يعني مش بس في القاهرة ومش بس في اسكندرية، لا في بعض المحافظات أو كثير من المحافظات اللي غطت فيها احتياجات كثير من المحامين.